والله قرار افتتاح الألعاب مع الإجراءات الاحترازية قرار كان في محله، وكثير مفرح إلنا الكبار وللصغار أكثر. ده بقالهم فترة طويلة، بقالهم تقريبا إحنا سنة ونص تقريبا، بالنسبة لهم الموضوع مختلف. يعني عندي الطفل الصغير ده ما شافش أصلا ألعاب إن هو اتولد أول مع بداية الكورونا. ولما تلاحظ طبعا تشوف التجمعات يعني قليلة، الأماكن الجلوس طبعا محافظين على التباعد الاجتماعي، وحتى أماكن الألعاب تحسها نظيفة ومعقمة يعني. فهاي الأمور طبعا تخلي الواحد يطمن كأب أو أم إن ما في أي خطورة من إن إحنا تواجدنا في أماكن الترفيه. صار لنا أكثر يعني يمكن سنة ونص لا نطلع ولا شيء، محجورين كله في البيت كورونا يعني، وحين زين سمحوا لنا نطلع نلعب. أنا الحين لعبت 4 ألعاب وناوية أخلص كل الألعاب. والتشجيع على التطعيم ده مهم جدا جدا، وأنا شايف إن أفضل من أفضل الدول اللي عملت إدارة لأزمة كورونا في العالم هي البحرين. Happy. This is my first time to go to LA. Thank you. Bye.